this. Sometimes you gotta push through all your obstacles, not me. No matter what the options are. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد وفلوج جديد. فيديو النهارده هيكون مميز لاننا هنحضر مباراة كرة قدم ان شاء الله في استاد كازان ارينا او المعروف باسم اكبرز ارينا. كازان معروفة انها مدينة رياضية واقيمت فيها مباريات كاس العالم مونديال روسيا 2018. الحمد لله حصلنا على فرصة اننا نحضر وحصلنا على تذاكر، والنهارده ان شاء الله هنحضر ونوثق لكم اهم اللحظات وكذلك بعض من الروتين اليومي ليا في المدينة. خليكم معنا. طبعا مكب النفايات هنا وانتم بكرامه بيكون كل حاجه ليها جزء مخصص او كل حاجه بيكون ليها المكان المخصص بتاعها، فمثلا ازازه وورق كرتون اي حاجه بيكون في المكان المخصص بتاعها. هنا بتكون العلب البلاستيك، وهنا لو في عندك يعني بقايا خبز ممكن تسيبها للطيور دي. الحمد لله الربيع بدا عندنا وبدانا نشوف الشمس والجو يبقى مش برد. انا لابس جاكيت ولابس تقيل، ولكن الجو ما يعتبرش برد، وبس يعني سرعة الرياح زيادة شوية وفي عندنا ايه نسبة هواء، لكن الجو مش برد. ده احنا عاوزين ده احسن حاجة، ده كويس. دلوقتي الساعة بقت 3 والماتش هيبدأ 4. في السعودية لما حضرنا ماتش الهلال والنصر الديربي كنت انا واصحابي وصلنا متأخر، الماتش كان الساعة 7، احنا وصلنا 6 تقريبا، قبلها بساعة بالظبط ما رضوش يدخلونا، اضطرينا نعمل حاجات كده عشان نعرف نخش. ما يروحش بالكم بعيد، نطير السور بشكل، مستنيين بس الرجالة. أحسن حاجة في الجو ده التوازن، يكون في شمس وهواء. متحمس ادخل دلوقتي، عايز ادخل اشوف الاجواء جوه عامله ازاي. انا سامع صوت طبل من جوه، شكله في شغل جامد النهارده. Stay tuned. اعملوا هاي للكاميرا. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بينا يا برو. يا عبد يا باشا احسن. يا اسمي سلام. السلام. والله ما اعرفش روبن ليش اصلا، طول عمري كنت انا اللي بلعب، عمري ما بلعب.
اخيرا نجلس. يلو ايه الناس الناس ملوا بالشوط الاول مفيش ربيع ثاني شوط ثاني اظن خلاص توكلنا على الله لنا لقاء آخر إن شاء الله أيها الاستاديون يا أحمد، لنا لقاء أيضا سويا في الاستاديون، لقاء رائع ولكن الهواء جديد. كده مختصر البارك؟ اه ماشي. اه تصدق المهم انت ايه؟ بارك شورني اوزرا، حديقة البحيرة السوداء في سنتر ومركز مدينة كازان. في سنتر مدينة كازان في حديقة شورني اوزرا يوجد مطعم اسمه بلاك ليك، ليه ايضا البحيرة السوداء. في المطعم دوت اقامت احد الطلبة العرب 5 افطارات، الحمد لله الافطارات ناجحة كلها، عدد الحضور تجاوز 650، يعني كل افطار عدد معين جمعهم على بعض يطلع حوالي 350، والنهارده ان شاء الله يعني مكافاة للاعضاء والمنظمين الافطارات انا كنت منهم، هيكون في افطار للاعضاء بس، فالحمد لله. شعور بقى بس هي خلاص لو الدرب ممكن لو بيرفكت صورنا بيقولوا ان في مفاجأة جوه بتحصل. اه انا اللي بقول هو صور المفاجأة، دلوقتي احنا هنشوف المفاجأة ونصورها. هنا المشروب ده اسمه كامبوت، ده اشهر مشروب محلي هنا، لا تهبد. المشروب ده اسمه كامبوت، من اشهر المشروبات هنا، اظن هو الاشهر كمشروب محلي مع الاكل. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حدش بيدي ايده بعد. انا بهزر يا جدعان. انت نازل سبرايز. محدش يصور. يما. ايوه. اخوك معاك الاطباق. جرب اخذ نص اللحمه. ونكون وصلنا لنهاية الفلوج، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. أفكار قادمة أي حاجة ريت تشاركوني تحت التعليقات، ولو عندكم أي ملاحظات برضو أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة على خير. تصبحوا على خير وعيدكم مبارك إن شاء الله. مع السلامة.